فد يوم صرت مبدع وصلحت شيء وعطلته هواي. انت عندك هواي؟ ما عندي من صدق يقول ما عندي من هواي. داينو داينو كارت ما عندي اي ها انت هيك من النوع تدري ليش لا؟ ويانا علينا ليش؟ لأنه تدري ليش أقول مش يشتغل؟ تدري ليش لا؟ ترى أقول مش يشتغل. تدري ليش لا؟ لأنه أي شيء يقولوا لي صلحه ما أتدخل بي. خفتنيتين؟ وإذا أردت أصلح شيء أظل أفيك يومين بي. يعني من أسوي يعني إذا جلوب أرد أشد لي جلوب ويشتغل هاي أظل شلون؟ أذلهم أذلهم. فأذلهم. فهم أصلاً ما حد ما يقول لي صلح لي شيء أو في شيء. الله. لا صبولي لا صبولي لا صبولي. اي باسل دائما اي دائما اي شغله اصلحها اعطلها ايدك سم اخر شيء يمكن بالضبط قبل خمس ايام ايدك سم على الغلط اي ارد اسوي الدوش يا بدي اجيب لك واحد عليهم لنا برغين وش واحد طالع واحد تام اروح منقع للشارع العام واجي منقع اخي شي كملت قاعد كمل قلت لها ايه قالت بس هذا الحار جاي ينقط قلت له شنو يعني ينقط وين بالاستقبال غير بالحمام ومن وراء هذا النقاط خرب الاوتوماتيك مال من ما السخان بسم الله لا الدنيا هذه ما اسويها تفضل حبيبي اي ممنون وارجع لك اياها اشكرك هذا في يوم قاعد اسوي بالواير ما ادري انا طفت الكهرباء صعدت بالله هذا بيتنا قديم كانت والدتي موجوده الله يرحمها الله يرحمها فجاي اسوي هذا فوين وقعت من هذا وقعت من وقعت على راسي وطلع دم من راسي ايش قلت كان عمرك ما ادري 13 15 شاعر فطلعت من الهذا بالغرفه بالبيت طلع شافنا اخويا كل دم من ضربك من ضربك يا ابا شنو انا برا بالشارع برا بالغرفه ضربك لك من ضربك من ضربك قلت يا ابا انت تلت وقعت من هذا بس تدري هاي وقعه سوتك هذا الشاعر ماجد الجمار لا مو هاي وقعه ما يصير ماجد الجمار ها اي سب اي اخر شغله خربت شاشه عم تدخلت بيه شاشه اي زين شنو يعني شنو فكرك صار يعني اي والله شاشه شنو فكرك صار انه تلعب بشاشه هاي عندي تلفزيونات عندي هواي فتحتها حلو هذا جماعه اللي كل شيء ينحل بالدرنت عافيه اي حل عافيه كل شيء ينحل بالدرنت اي شغلت في الكهرباء وانفجرت هم كفنين هذول اللي يضربون دائما تصورون بالضرب يتصلح لو مو احترقت ها انا عندي انه كل شيء جماعه طفي شغل ياسر عنا نسولف لا كل شيء يعطنك كفخه المن نسولف لا دعش على الولد خطايا فاعي يا بك خير جاي شلون ابن اخوه يلا مشكله صار لا لا جماعه يا ابو غيرك من سالف اي كم من سالف الشاشه لا جديات والله اي والله بدي الرفيز بدي الرفيز وانه مفتحيته براغيه وطبعا دائما يزيدن عندي غراض براغي يطلع شتها هم الشركه يحطون شراء زايد ما يفتهمون من هاي طخي طخ بدي بالك الله الرفيز كبير بالكفخ هو كل شيء يشتغل بالكفخ